مواجهة المغرب مع موريتانيا من المواجهات الصعبة في الجولة الخامسة من التصفيات الخاصة بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، لقاء مهم جدا خاصة المنتخب، المرابطون الساعون والباحثون عن الفوز الذي يقربهم من العودة من جديد إلى الكان بعد أن وصلوا قبل سنتين في نسخة مصر 2019. منتخب المغرب نعرف جيدا اليوم مع مدرب جديد حارون لوزيتش يسعى إلى تثبيت أفكاره وأساليبه، خصوصا وأن المنتخب المغرب نعرفه أنه من المنتخبات الرائدة على المستوى القاري. أعتقد منتخب موريتانيا سيستفيد بدرجة أولى بقدوم لأول مرة مهاجم ديجون فرنسي ومحترف فولهام الأنجليزي سابقا أبو بكر كامارا، ونعي جيدا منتخب موريتانيا عانى كثيرا من الضعف الهجومي وتجسيم الفرص. ايضا اعتقد أن دعم اللاعب كوليبالي في خط وسط الميدان مع توفر حسن العيد سيكون مؤشر جيد لمارتينيز. في المقابل المنتخب المغربي يمتلك لاعبين من مستوى عالي جدا، تقريبا كل اللاعبين جاهزون هذه المباراة. نتحدث على أشرف حكيمي وعروضه القوية مع انتر ميلون، نتحدث على حكيم زياش والذي أصبح عنصرا فعالا وقويا في منظومة التوخيل مع تشيلسي. عموما لقاء قمة قوية، موريتانيا الفوز وحده الذي يقرب هذا المنتخب قبل مواجهة غينيا الاستوائية الصعبة خارج موريتانيا للعودة إلى الكان. في المقابل المنتخب المغربي يحتاج إلى نقطة وحيدة، ومن المنطقي وحسابيا سيكون في النهائيات وهذا منتظر جدا، ولكن اللقاء مهم للمدرب حارون لوزيتش من أجل أن يبعث برسائل طمأنة للجماهير المغربية أن كل هذه الأسماء وعمله ما زال متواصلا مع المنتخب المغربي. في المقابل أعتقد مارتينيز أمام مهمة صعبة وصعبة جدا لإعادة موريتانيا للتأهل لكأس أمم أفريقيا من جديد، لأن تعادل وخسارة بوروندي في الجولتين الماضيتين أدخلت حسابات قوية وصعبة على منتخب موريتانيا. أعتقد سنشاهد لقاء متقارب وصعب جدا على المنتخبين في ظل رغبة فريق منتخب موريتانيا من أجل الفوز والوصول مجددا للكان، وأمام رغبة أيضا أسود الأطلس للفوز والمضي قدما مع المدرب حارون لوزيتش.